صباح الخير جميعا طلاب المرحلة الثالثة فرع الأنثروبولوجيا. بداية تمنياتي لكم بعام دراسي مبارك وسنة مليئة بالنجاح والتوفيق في المجال العلمي والاجتماعي. سأستعرض وإياكم مفردات مادة الأنثروبولوجيا الحضرية التي سندرسها معا لهذه السنة. مادة الأنثروبولوجيا الحضرية تتكون من 5 فصول للكورس الأول، وسأستعرض معكم كل فصل مع محتوياته وماذا يتضمن، وإن شاء الله سنتوفق بدراسة هذه المادة متمنية لكم النجاح الدائم. طبعا مادة الأنثروبولوجيا الحضرية لدينا في الفصل الأول التطور التاريخي للأنثروبولوجيا، حيث سندخل في تفاصيل التاريخية للأنثروبولوجيا الحضرية وكيف نشأت. أيضا سندخل في ماهية الأنثروبولوجيا المدنية أو الحضرية وتعريفها، وسنتطرق إلى المدينة من حيث المفهوم والتعريف والخصائص. سنتطرق أيضا خصائص مجتمع المدينة والبناء الاجتماعي في المدينة، وختام للفصل الأول سيكون لدينا أساليب البحث الأنثروبولوجي في المدينة. هذا ما يتعلق في الفصل الأول. أما الفصل الثاني سيكون لدينا نبذة عن علم الاجتماع الحضري وعلاقته بالأنثروبولوجيا الحضرية، وأيضا سيكون لدينا نشأة علم الاجتماع الحضري، وبالتالي بعد النشأة سنتطرق إلى أنواع المجتمعات، حيث سيكون لدينا المجتمع الحضري، المجتمع الريفي، المجتمع الشعبي، وسيكون لدينا مقارنة بين خصائص مجتمع المدينة ومع المجتمع الريفي وخصائصه. سيكون أيضا لدينا مقارنة أو مقابلة بين خصائص طريقة الحياة الحضرية في المدينة مع خصائص طريقة الحياة الريفية. هذا ما يتعلق في الفصل الثاني. أما الفصل الثالث سنتطرق إلى بعض ما يتعلق بمفهوم التغير الاجتماعي وتعريفه، وسنتطرق أيضا إلى التغير الحضاري وتعريفه. أيضا سيكون لدينا الفرق الأساسي بين التغير الحضاري والتغير الاجتماعي. في هذا الفصل أيضا سنتطرق إلى مجتمع الأطراف المحددة والممتدة، حيث فيه سنستعرض أشكال المجتمعات التي ذكرناها وهي الأطراف، مجتمع الأطراف المحددة والممتدة. سندخل في بعض تفاصيل من ضمنها تركيب المجتمع وحاجات المجتمع. أيضا سنتطرق إلى المجتمع المحلي والدراسات الأنثروبولوجية، كل ما يتعلق بالمجتمع المحلي وما نشأ حوله من دراسات أنثروبولوجية. سيكون أيضا لدينا مفهوم المجتمع المحلي حسب علم الاجتماع وحسب الأنثروبولوجيا. في هذا الفصل سنتطرق إلى هذه المفردات جميعها. أما في الفصل الرابع سندخل في أهم فصل وهو نظريات في علم الاجتماع الحضري، طبعا مأخوذة من علم الاجتماع الحضري لكن تتوافق مع مادة الأنثروبولوجيا الحضرية. سيكون لدينا 5 نظريات وبعض المفاهيم التي أدخلتها ضمن هذا الفصل. لدينا النظرية الإيكولوجية التي تتكلم عن علاقتها بالبيئة، لدينا النظرية النفسية والاجتماعية التي تدرس المدينة من منظور نفسي واجتماعي، لدينا أيضا نظرية الثقافة الحضرية
وهذا ما اشتهر بها العالم لويس ويرث، والحضارية كأسلوب للحياة. سيكون أيضا لدينا ابن خلدون ومفهومه عن التنمية الحضارية. وأخيرا سنتكلم أو سندخل في تفاصيل أنثروبولوجيا الفقر التي أيضا تكلم عنها لويس ويرث. في الفصل الخامس والأخير ضمن مادة الأنثروبولوجيا الحضارية سندخل في مفهوم الحضارية وعلاقة الحضارية بالتحضر. أيضا سيكون لدينا الجماعات الحضارية المحلية التي أقصد بها جماعات الجيرة والجماعات الأثنية التي لها طابع خاص في الحياة، وأيضا سيكون لدينا جماعات العمل. أيضا سنتطرق إلى التوسع العشوائي في مدن العراق ومشكلاته الحضارية الحالية في هذا الوقت. وأخيرا ختاما في الفصل الخامس سيكون لدينا أهم المشاكل الحضارية الموجودة في العراق. هذه الخمس فصول ستكون ضمن مادة الأنثروبولوجيا الحضارية لكم طلاب المرحلة الثالثة لفرع الأنثروبولوجيا. طبعا سأعطي تعريف قصير فقط عن الأنثروبولوجيا المدنية أو الحضارية، وبعدها إن شاء الله في الحلقات القادمة سنستعرض وإياكم مادة الأنثروبولوجيا الحضارية. كمفهوم عام للأنثروبولوجيا المدنية أو الحضارية، الأنثروبولوجيا الحضارية هي فرع الأنثروبولوجيا من ضمن فروع الأنثروبولوجيا التي تدرس العمليات الاجتماعية والثقافية التي تحدث داخل المدن. والأنثروبولوجيا الحضارية أو المدنية نشأت نتيجة للاحتياجات التي ولدها النمو السكاني وما تابعها أو ما كان نتيجة لها من توسع للمدن. وللسبب نفسه فقد وضعت الأنثروبولوجيا الحضارية أو المدنية فرع من فروع الأنثروبولوجيا لدراسة أساسية في معرفة وتحليل المنظومة الاجتماعية على المدى المتوسط والطويل. فالأنثروبولوجيا الحضارية هي تتضمن مجموعة من الأبحاث والدراسات التي يمكن تنفيذها داخل المساحات الحضارية، هنا طبعا من خلال منهجية أثنوغرافية تدخل ضمن مجال دراستنا. وهذه المنهجية تتبع خط التقاليد الاجتماعية والثقافية للأنثروبولوجيا. هذا كاستعراض لمفهوم الأنثروبولوجيا المدنية أو الحضارية بشكل عام. في المحاضرة القادمة إن شاء الله سأستعرض وإياكم المفردات التي جاءت ضمن الفصل الأول فيما يتعلق بماهية الأنثروبولوجيا الحضارية أو المدنية. متمنية لكم سنة دراسية موفقة، وشكرا لحسن إصغائكم.